الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول الله. أعلم، يعني ممكن تكون يعني هذه مذاكرة فيما يعني لابد أن يكون عند الداعية. يعني مهما ترى الإنسان يعني صنع ودعا، لابد يكون في عمل الإنسان ترى تقصير. ولهذا يعني شرع لنا بعد كل صلاة الاستغفار، حتى أن الله سبحانه وتعالى قرن بين التوحيد والاستغفار. وآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إعلاما بدنو أجل عليه الصلاة والسلام: سبح بحمد ربك واستغفر. فعمل الإنسان دائم في تقصير، يعني لا يغتر الإنسان بنفسه يقول أنا داعية ولا كذا ولا يعني أستطيع. يعني إحنا نريد نسدد ونقارب ونتدارس ما يكون عليه الداعية. يعني معنى هذا أنني يعني لست بأفضلكم أخواننا. أول شيء يعني لابد أن يكون عند الداعية الإخلاص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. يقول فيها التنبيه إلى الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا فهو يدعو لنفسه، هو الداعية هو كذا. سبحان الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أتقتلون موسى؟ لا، أتقتلون رجلا، صح؟ لماذا؟ لماذا لم تكن الآية أتقتلون موسى؟ لأنه لو قال تقتلون موسى كأنه يدعو لنفسه، لكن قال تقتلون رجلا، هذا داعي، داعي إلى الله. ولهذا يعني عندما ترى الآن الدعوة إلى الله تجد فيه أناس مغمورين لا يعرفوا، بل أن شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الغالب لم يعرف إلا بعد موته. هؤلاء الأئمة الأعلام بعضهم لم يعرف إلا بعد موته. وبعض الناس شغله الشاغل وهمه الوحيد يتعرف على المشايخ. ليش؟ عشان يقول فلان حبيبي وصاحبي وعندي رقمه ويرد علي، واليوم ممكن أجيبه على الغداء وأجيبه على العشاء. صدق والله، في الغالب هذا لا يستفيد من العالم والله. لماذا؟ لأنه غرضه الشهرة. فأهم شيء أن العبد يخلص لله سبحانه وتعالى، لأنه كيف يريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في باب الدعوة دون الإخلاص؟ ونحن نعرف يعني بعض الدعاة الآن يعني اشتغلوا في الدعوة وأرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. والله أعرف بعض المشايخ عندنا يسافر للدعوة حتى ما يصنع إعلان. أقول يا شيخ الإعلان في الدولة يستفيد الناس وكذا، يقول لا لا لا، لا أريد إعلان. فهذا أهم شيء عند الداعية. قد يقول البعض، وقال لي الشيخ خالد جزاه الله خير، قال ممكن يعني يكون هذا المجلس يعني في بعضهم طلاب علم وبعضهم عوام وبعض، لماذا نتكلم عن الدعاة في هذا المجلس؟ كل واحد منا هو داعي إلى الله، شام أبا. والله الآن يا شيخ عندما يسافر مسلم إلى بلاد الكفر، كفار ينظروا إليه أنه هذا مسلم، هم لا يعنيهم، هذا طالب علم، هذا عالم، هذا عامي، هذا يمثل عندهم الإسلام، فينظروا إليه. إيش يصنع؟ يشرب خمر، نساء، يكذب، يغش، يصلي أو لا؟ والله في بعض الدول يعمل
في المصنع مسلمين وغير مسلمين. هذه المرأة مسؤولة عن المصنع تراقب المسلمين، اللي يصلي هذا معناه موظف منضبط، اللي يصلي مع أنه يصلي أحيانا لا يوجد وقت في أوروبا، أنت تعرف في المصانع وكذا، اللي يصلي تعرف أن هذا عامل منضبط. في فرنسا اليهود يعين عندهم من؟ مسلمين، خاصة في الذبح، الأماكن اللي يذبحوا فيها اليهود، اليهود عندهم تنطع كبير جدا في الذبح، ولا يعين في الذبح إلا مسلم في الشركة. لماذا؟ لأنه يعرف أن المسلم يتحرى أنه يذبح لا يقتل، لأن الكافر ممكن لا يبالي بهذا، وهو متشدد أصلا اليهودي فيعين هذا المسلم. فخاصة اليوم نحن الآن بهذه الوسائل، بهذه الوسائل ولله الحمد يعني نستطيع، تستطيع اليوم أن تدعو من بيتك، ما عندنا عذر أبدا، حتى طلب علم ما عندنا عذر الآن لطلب العلم للدعوة لكذا، لكن المشكلة أن نستغل هذه الوسائل في أحيانا في محاربة الدعوة، والله أحيانا، لأنه ينشر مقاطع لأهل الباطل، للرافضة مثلا ينشر مقطع للرافضة. طيب المشاهدات لو تنظر الآن عندنا في الوقت الحاضر الآن فيه من تكلم على البخاري، تمام، وفي من رد على هذا الذي تكلم على البخاري. تعال المشاهدات، تنظر المشاهدات في من تكلم في البخاري ملايين، من هم؟ نحن والله. وهذا اللي رد لا أحد يطالع، حتى عندما يفتح الشباب يفتح المقطع، المقطع فيه الكلام والرد، كلام الأول ورد الثاني، الشباب ما يطالعوا إلا كلام الأول، ما يطالعوا رد الثاني، وبهذا انتشر الباطل وحصل لهذا مشاهدات. وأنتم ممكن يعرف أصحاب الخبرة في هذه الأجهزة أنه هذا يعتمد على المشاهدات لديه، نعم صحيح. فلا بد أن نعتني بهذا الباب، باب الدعوة، شئنا أم أبينا. طبعا السفر له مخاطر، أحيانا يعني السفر إلى بعض الدول، كل دولة لها ميزات لها عيوب، نعم، فلا بد من دراسة الدولة قبل السفر إليها. إنسان يريد يسافر إلى دولة أو يريد يدعو من هنا بهذه الوسائل، يعني في دولة مثلا في دولة، وين الشيخ؟ أين ذهب صاحب بوركينا فاسو؟ بوركينا فاسو، يريد يسافر إلى بوركينا فاسو، أو يراسل من هنا عبر وسائل الاتصال الشباب هنا في بوركينا فاسو، هو لابد ينظر، يعرف عدد السكان، عدد المسلمين، الطوائف هناك من هم، ما هي اللغة، مهم جدا يعرف اللغة اللي يتكلموا بها. الآن من هنا لابد يدرس وسائل التواصل، لأن عندنا مثلا الواتساب فيها ممنوع مثلا، فما يمكن أنت تريد تنشئ دعوة في إيران عبر واتساب أو فيسبوك، ما حد لا أحد يستخدم هناك الفيسبوك ولا الواتساب، يستخدم مثلا التليجرام، انستغرام مثلا. النظر في الدولة، الدولة أحيانا يعني قد تكون يعني مخاطرة بدخول هذه الدولة، أحيانا بعض الدول ممنوع فيها الدعوة، أو الدعوة لابد تكون عن طريق رسمي، مثل دول الخليج الآن الدعوة فيها لابد أن تكون عن طريق جهات حكومية رسمية الدعوة فيها، أما بعض الدول لا تحتاج لا لإذن ولا لغيره. بعض الدول السماح بالدعوة فيها لا إشكال فيه، يعني أوروبا الآن تمشي أي مكان في أوروبا وتلقي فيها محاضرات والكلمات لا أحد يمنعك، تأتي إلى المركز الإسلامي، كل مسجد، المسجد كل مسجد له لجنة، لابد تأخذ إذن من اللجنة وتلقي الكلمة. لكن عندهم خطوط حمراء مثلا في أوروبا، في أوروبا ما تستطيع تتكلم
على أشياء منها ما استطعت. رب تتكلم عن النصارى لا إشكال، أما تتكلم عن اليهود لا، خط أحمر بالخطوط. لا تستطيع أن تتكلم عن النساء. لماذا؟ لأن أوروبا الآن عندهم المركز الأول يعني في الاحترام وفي الحقوق من؟ المرأة. المركز الثاني من؟ الأولاد. المركز الثالث من؟ أكرمكم الله القطط والكلاب. المركز الرابع الرجل. الذي وضع هذا القانون رجل، رجال يضع هذا القانون. والله حتى في التعداد السكاني في بعض الدول يعد القطط والكلاب معهم أكرمكم الله. إيه نعم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول الخبيثات للخبيثين نسرع في السلام. ولكن يعني أنهم مشكلة في أوروبا مثلا ضرب النساء. إخواننا هؤلاء ما عرفوا الدين، فهم يفهموا أشياء أنت تفهمها غير هذا الفهم. فهم يفهموا ضرب النساء يعني ضرب مبرح، فما يمكن تتكلم عن ضرب النساء. ممكن تتكلم تقول المشاكل الزوجية في الإسلام لها حلول. الحل الأول النصح يعظها، الحل الثاني كذا، الحل الثالث معروف مثلا معروف. نعم. الحل الرابع حكم من أهلي وحكم من أهلي. ممكن في كان عندنا أحد المشايخ السعودية راح إلى فرنسا وخطب فيهم الجمعة. على العادة اعتاد الخطيب هذا اللهم في خطبة الجمعة يقول اللهم أغثنا، فهو في خطبة الجمعة يقول أمامه مدير المركز الإسلامي وأمام المسجد، وهذا يقول اللهم أغثنا، هذا يقول يعني هنا أغثنا بلاد المسلمين مو هنا. عرفت؟ أي يعني إذا لابد أنه يعرف. خاصة أخواننا ترى أول مرة تزور فيها الدولة غير المرة الثانية. المرة الثانية تكون مهيئة أكثر من المرة الأولى، من المرة الأولى. طبعا أخواننا أنا والله أعلم أنا لا أشجع السفر. السفر مشكلة والله، قطعة من عذاب وفتن وكذا. لكن لو مجموعة خرجت مثلا إلى مناطق خاصة، هذه المناطق المحتاجة للدعوة في أفريقيا مثلا، في بعض الدول التي يعني إخواننا هؤلاء يعني ما يريدوا شيء من العلم إلا توحيد، أنواع التوحيد الثلاثة، يعني شرح حديث جبريل عليه السلام، أصول ثلاثة باختصار، وصفة الصلاة والوضوء والاغتسال والتيمم. بس يريد منك هذا فقط. يعني بعض الدول الآن لا والله، كان عندنا اجتماع مع الدول في أفريقيا التي فيها أقليات مسلمة، يعني الدولة فيها 1% مسلمين، 2% إلى 10%. فبدأت أنا أسأل الشباب متى أسلمت؟ يقول أسلمت قبل 10 سنين. متى بدأت تصلي؟ يقول بدأت تصلي بعد 5 سنين. 5 سنين؟ قال نعم. لماذا لم تصلي بعد ما أسلمت؟ يقول أنا لا أعرف أنه في صلاة، ما وجدت من يعلمني الصلاة. وبعضهم يدخل الآن على المواقع عندما يسلم، يدخل على الموقع ويقع في موقع إيش؟ أهل ضلال. أي نعم. أنا كنت يوم مسافر إلى النرويج وأريد أعرف حال البلد، المراكز كذا، دخلت على موقع وأنا لا أعرف الدخول على هذا. المهم دخلت على موقع مكتوب موقع أهل السنة، قلت ما شاء الله. دخلت أنا على الموقع وإذا المصلى والمكتبة والحضرة، إيش حضرة؟ كيف أهل السنة والحضرة وكذا؟ طلع هؤلاء ليسوا بأهل السنة، لكن العنوان أهل السنة فوق. هذه مشكلة أيضا. أي نعم. فقبل المشكلة عندنا اليوم لو تسافر إلى مكة
وبتبغى تسافر إلى مكة إيش تسوي؟ تسأل عن العملة، وهل يقبل العملة الكويتية أو لا، وين أصرف العملة، صح؟ وتحجز فندق، صحيح أم لا؟ وتشوف الفندق هذا قريب أو بعيد، وفي مواصلات أو لا، والطعام أهم شيء، تمام؟ طيب تخرج للدعوة وما تدري عن شيء، ما يمكن، لابد تسأل اللي سبقوك إلى هذه الدولة ماذا صنعوا، إيش الأمور اللي تنبغي، إيش الأمور التي لا تنبغي، لابد من المترجم، أين أنزل، أي منطقة فيها المسلمين، هل في مضايقات من الحكومة، ماذا، فهمت؟ دراسة كاملة عن الدولة قبل الذهاب، لأن هذا مهم. إن كنا نصنع هذا وأنت ذاهب إلى مكة، والحمد لله مكة يعني أمان، فما بالك تذهب إلى أفريقيا، تذهب إلى هذه الأماكن. أيضا من الأمور اللي لابد يعني التنبه لها، أمر مهم جدا، عندنا بعض الناس يروح أوكرانيا، وين؟ أوكرانيا أو روسيا، أوكرانيا أو روسيا، طيب إيش يدرسهم؟ مصطلح حديث، أوكرانيا مصطلح حديث، معقول؟ صعب جدا يا رجل، كيف درسوا مصطلح العبادات؟ حتى وإن كان في طلاب عرب هناك يريدوا المصطلح، المفروض الطلاب العرب هناك ممكن تعطيهم وقت نصف ساعة بعد الفجر بعد العشاء، لكن أغلب الوقت يكون لمن؟ أنا أسافر إلى أوكرانيا ودرس مصطلح حديث، معقول؟ ها؟ مو معقول. أو أذهب إلى مثلا إلى دولة أفريقية وأدرسهم التدمرية حموية، ما يمكن، صح؟ هذا أعلى من المستوى، إلا إذا درسوا مهيئين كذا. أما أني أذهب وأدرس كتب يا رجل، درأ تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، ما يمكن. قل هذه كتب أقل شيء في العقيدة، ما لك من يدرس مصطلح حديث، نعم، أو يذهب يقول أدرسهم قراءات. عجيب هذا، والله عجيب أخواننا، يعني سبحان الله، هذا المخاطب ما يعرف شيء، وبعدين نهاية الدرس، نهاية الدورة، يطلع الواحد منهم قال الله أكبر، والله هذا الشيخ أصولي محنك، لم أفهم كلمة، صحيح؟ وتسأل بعض الطلاب بعد الدرس إيش الدرس اليوم؟ قال والله ما أدري. سأل طالب مرة حضر دورة عندنا في القصيم، هو من ينبع، من جهة ينبع أملج وكذا، سألته أنا حضرت الدورة؟ قال نعم. قلت هذه الدورة في ماذا؟ قال 10 كتب. قلت طيب إيش الكتب؟ قال إيش دراني أنا يا رجل، أنت حضرت الدورة؟ قال حضرت، وكنت أنام هناك وأحضر مع الشباب. طيب، قال لي والله اللي اتذكر أن اسم الدورة دورة ابن سعدي. قلت تمام، مسكنا خيط الآن، دورة مين؟ ابن سعدي. إيش الكتب؟ قال والله في كتاب في التوحيد. وإيش الكتاب؟ قال والله حاجة 3 كذا. قلت أصول 3؟ قال نعم. قلت لمن؟ قال ابن سعدي، لأن عالق عنده ابن سعدي. يعني ما لم يفهم شيئا من الدورة، والله صدق. ولهذا يعني عندنا الآن يعني حتى في الدراسة الأكاديمية الآن يأتي الطالب مقابلة شخصية، حتى لو معه شهادة الآن، صح؟ اختبار مستوى، حدد مستوى هذا. يعني ابن عثيمين رحمه الله كان يستطيع في الدرس أنه يرتفع، صح؟ ويأتي بكلام ما يفهمه، هو ينزل 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 إلى مستوى الطلاب حتى يفهم، يكرر 2 و3 ويسأل الطلاب ويراجع ويناقش. كان يقول هو رحمه الله، يقول بقي عليه شيء واحد ما استطعت عليه، ما هو؟ قال أتابع الطلاب في بيوتهم، يريد الشيخ
يروح وراء الطلاب في بيوتهم يشوف يعملوا ويدعو أو لا، يقول هذا باقي عليه ما استطعت عليه رحمه الله. إخواننا ما هل أنا سألت أحد الشباب مرة إيش درس؟ قال درس أصول ثلاثة. طيب كم درس؟ قال درس في الشهر. إيش؟ درس واحد كل شهر. طب متى تنتهي؟ قال والله يمكن بعد سنتين. طيب آخر درس تتذكر أول درس؟ قال لا. بالله سألته أنا هل ترضى أنت عندما كنت طالب أن تدرس بهذه الطريقة؟ قال لا. إخواننا عندهم مركز في دولة من الدول الأوروبية وجوه وقالوا نبغى نعرض عليك يعني المنهج الدراسي وكذا. قلت لا تعرض علي ولا شيء، أنا أسألكم سؤال واحد، هل ترضى هذا المنهج لنفسك؟ أول واحد قال والله ما أرضى هذا المنهج لنفسي ولا لأولادي. قلت خلاص إذا ما يصلح صدق والله. يعطي الطالب 6 مواد، طالب ما يعرف اللغة العربية أصلا. وأنت تعرف الآن في بعض الدول عندنا مثلا في الهند كتب الستة، يا رجل لو تدرس الكتب الستة هنا في الكويت صعبة ممكن. قال لا أعطينا واحدة واحدة 40 نووية، صح؟ هيئني واحدة واحدة. قال لا درسوا الكتب الستة. اللي يدرس الكتاب أحيانا بعضهم ما شاء الله على علم وكذا، لكن يدرس الكتاب أحيانا لا يعرف هو شيء عن هذا الكتاب يا رجل. فلا بد من، لذلك الآن عندنا المقررات مثل مقررات المعاهد العلمية، معهد جامعة الإمام، معهد جامعة الإمام، هذه المقررات لو تنظر فيها يا رجل سهلة. والله عندنا أحد العوام قال لي، قال والله رحم الله بن عثيمين. قلت ليش؟ قال والله تعبت أقلب في الحموية أقلب في التدمرية ما فهمت شيء، أخذت ملخص الشيخ بن عثيمين رحمه الله قلت يكفيني هذا. قرب العلم، تقريب العلم يا أخوانا للناس. الناس الآن في الغالب ما يريد العلم ولا يريد الكتب. لابد نشوف طريقة تشويق الناس للسنة، تشويق الناس للتفسير. اليوم نقول لابد طريقة السلف في حفظ القرآن وكذا، وفي الغالب ما أحد يسير والله صدق إلا من رحم الله. لماذا؟ لأنه ما في تشويق. أول ما يبدأ الطالب في التفسير سورة البقرة، طبعا سورة البقرة سورة طويلة وكذا ولا يتم أصلا. لكن أنت ابدأ بقصار السور، السور التي فيها تشويق، سورة القصص، قصص، ها، سورة مريم، سورة الكهف تتكرر عليك، صحيح، سورة الرحمن مثلا، سورة نوح عليه الصلاة والسلام فيها قصص، فهذه تشوقك للتفسير وبعدين أنت تشجع. اليوم ختمت 3 سور، غدا تختم 3 3، ثم آخر شيء تصل إلى سورة البقرة. يعني إن منكم منفرين، فكيف يعني تنفر هذا عن العلم؟ هو الآن لا يعرف شيئا عن العلم. أحسن كتاب، وهذا اختصار يعني اختصار الموضوع هذا كاملا، أحسن كتاب يصلح لكل دولة ويترجم لكل لغة ويصلح لغير المسلم والمسلم والمسلم الجديد، الدروس المهمة. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني ألف هذه الرسالة سبحان الله وضع فيها الله سبحانه وتعالى بركة، والله رسالة مختصرة لكن فيها بركة، بركة كبيرة جدا. والله يا إخواننا الأصول الثلاثة هذا الكتاب، في رجل في أوروبا ضاقت على الدنيا، كافر هو، قام في آخر الليل وأخذ يدعو يقول يا رب إذا أنت حق دلني عليك. عندما انتهى من الدعاء قدر الله كان لديه وصول 3 رسالة موجودة، كانت سبحان الله، فتح الرسالة وبدأ يقرأ من ربك؟ ربي الله، أسلم بدون أحد.
بدون داعية بدون أي شيء. أصلا هل يلزم أنه إذا أراد الدخول في الإسلام أنه داعية يدخل في الإسلام؟ لا. فأخواننا أنت عرفت الدين الآن وعرفت الطريق، طريق مهيأ مذلل سهل، باقي نسلك أخواننا. كثير منا يسافر للعلاج. ابن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر حياته سافر الشيخ للعلاج، أول شيء صنع الشيخ عندما وصل قال اتصلوا على أقرب مركز إسلامي. أنت ليش جاي؟ قال جاي تعالج. لماذا أقرب مركز إسلامي؟ أريد ألقي كلمة. والله أنا رأيت الشيخ يأتي إلى العمرة، أول شيء تفكر فيه إذا طلعت من الكويت هنا ونزلت بك الطيارة وأنت محرم في جدة، إيش تفكر؟ تفكر متى تنزع هذا الإحرام، صح؟ أي نعم، بسرعة وتنتهي. ينزل إلى جدة محرم الشيخ، محاضرة في جدة بإحرامه. يصل إلى مكة محاضرة في مكة، يطوف ويسعى وهو في الطواف وهو في السعي يترك الناس؟ لا، يعلم. في الأمس أنا أقول للشباب الشيخ في المسعى يقول وأنا في المسعى وجدت رجل أكرمكم الله يسعى في نعليه، فقال السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال اخلعنا عليك. فهذا قال للشيخ، قال يجوز، يقول الشيخ كذا، قال يجوز يجوز. فقال تعال تعال، أنا محمد بن صالح بن عثيمين، اخلعنا عليك. يقول والله؟ قال والله. يقول خلعنا عليه وضع هنا، قال جزاك الله خير. أحيانا لأن البعض يقول لماذا الآن تكتب الشيخ فلان الدكتور، أحيانا تضطر إلى هذا إذا من باب الترفع. لا، هذا ما يجوز طبعا. ولهذا تجد كبار العلماء عندنا ما يقول عن نفسه أنه شيخ أو مفتي. محمد بن إبراهيم رحمه الله يقال والله أعلم أنه كانت في القديم لا يوجد هواتف إلا فقط عند المفتي وفي الأماكن الكبيرة. الشيخ يحتاج إلى عامل سباكة، فاتصل قال اتصلوا لي على هذا المؤسسة، في عامل هناك أريد هذا العامل. فاتصلوا عليه، الشيخ يتكلم، قال وين العامل فلان؟ قال موجود. جاء العامل يكلم الشيخ، فالشيخ يقول له يا محمد أبغاك تجيني اليوم البيت. قالت مين؟ قال أنا محمد بن إبراهيم. قال مين محمد بن إبراهيم؟ قال محمد بن إبراهيم أسكن في الدرعية. قال مين محمد بن إبراهيم؟ قال يا أخي محمد بن إبراهيم بيتي جنب بيت كذا، تعرفني أنت؟ قال من أنت؟ تقول من؟ أو أغلق الهاتف. قال يا أخي وقال عني المفتي. قال سيدنا الشيخ أستغفر الله. ما أراد أن يقول له إيش؟ مفتي. فهمت الشيخ؟ هي في موضع يقول أنه مفتي، مثل ما قال الشيخ بن عثيمين، قال أنا محمد بن صالح بن عثيمين، لكن في موضع ما يستطيع يقول أنا سماحة المفتي مفتي المملكة وكذا. وأحد القضاء عندنا في القديم عندنا الصكوك تكتب باليد، صكوك الأراضي العقارات باليد. رجل جاء إلى القاضي بصك مكتوب وعليه توقيع القاضي، القاضي هذا مات اللي كتب الصك، نظر القاضي في الصك قال هذا الصك مزور. قال كيف مزور؟ كيف عرفت؟ قال عرفت مزور. لابد أن تقيم الحجة وتأتي بثلاثة من طلاب الشيخ يشهدوا أن هذا خط الشيخ. راح هذا الرجل وجاب ثلاثة شهدوا أن هذا الخط خط الشيخ، شهدوا عند القاضي. القاضي بعد أن جاء الشهود قال مزور. قال يا شيخ أنت تعقدنا وكذا، حرام عليك، اتق الله. قال أنت اتق الله، هذا مزور، وتب إلى الله، وأنا لا أتركك ترى وتأكل حرام، واعترف أنا ما أقول شيء وأقطع الصك وانتهينا. قال والله يا شيخ 3 سنين
أنا أتدرب على خط الشيخ. طلاب الشيخ لم يعرفوا هذا، كيف أنت عرفت؟ قال عرفت بشيء واحد. قال ما هو؟ قال في آخر الصك. القاضي ما يكتب الشيخ وأنت كتبت الشيخ، هذا الذي كشف أمرك. إذن هذا معناه إيش؟ الإخلاص، لا دال صحيح ولا الشيخ ولا فضيلة الشيخ ولا غير هذا. الذي يحضر عندك من أجل أنك تحضر لله هذا أفضل شيء، أما يحضر لديك من أجل شهادة من أجل دنيا هذا لا، هذا كله والله لا يصلح. ولهذا لابد تتنبه، عندنا بعض المراكز يعمل من أجل المال والله صدق، فينادوا بعض المشايخ ويقول يا شيخ لماذا ما تأتينا تدرس وكذا، هو هذا عندما يأتي الشيخ يجمع أموال من الناس باسم من؟ باسم الشيخ حتى يربحوا. وهذا مشكلة أيضا عندنا، أن بعض المراكز الآن قائمة على هذا، على الأموال، جمع الأموال، ولهذا لابد أن تتحرى. أحسن شيء والله أعلم أنه لا تذهب إلا للمساجد، المراكز وكذا أتركها. أحسن شيء في الدعوة لله في الخارج أما أن تأتي الناس سواء في الأسواق أو في أماكنهم وكذا، أما المراكز لأنه بعضهم يعني يستغل بعض المشايخ في جمع الأموال في كذا أغراض أحيانا دنيوية، فأحسن شيء تأتي المسجد. المسجد لمن؟ ها؟ لله، وانتهى الأمر. فأحسن شيء لو المساجد متوفرة هذه أكبر نعمة، أنك تدرس في المسجد. مسجد لا أحد يحسب عليك أن يقول لك والله تابع لجمعية فلان جمعية علان، وتدرس في المسجد وتخرج. الله أعلم، أنا أريد أقتصر على هذا وأسمع منكم مشاركات، لو في أسئلة في شيء ممكن حتى لا أطيل عليكم. ها الشيء لا شيء ها شيخ، بعض الدعاء يردون على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ما رأيكم في هذا الطريقة؟ يعني هذه طريقة إيش؟ إنهم إذا صار في خلاف بينهم يرد هذا عن هذا وهذا عن هذا. أنا أظن كنت تسأل عن طريقة التدريس. كل ترى عالم له طريقة في الدعوة، طريقة في التدريس. يعني ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا لا يستطيع يختصر، صح؟ أبدا ما يستطيع، أصر على أن يختصر ما يستطيع، صح؟ ابن باز رحمه الله ما يستطيع يطول، دائما يختصر. الله يوم كان الشيخ عندنا في جدة الدرس بعد صلاة العشاء، الدرس بعد صلاة العشاء، احنا صلينا العشاء في المسجد الحمد لله، حضرنا الدرس نصف ساعة وانتهى الدرس مع الأسئلة، خرجنا الشباب داخلين قال وين الشيخ ما جاء؟ قلنا الشيخ خلص روح. فكل عالم له طريقة. أكبر خلل وأكبر خطأ تعيب على العالم، لا. ولهذا تسمع أنه عند السلف كان مدرسة ابن عباس، مدرسة صحيح، فأنت لا تعيب، أعجبتك الطريقة خذ، ما أعجبتك الطريقة لا ترد، لأنه ممكن يوم من الأيام ترجع لهذه الطريقة وأنت لا تدري. فبعض الناس يقول يعني طريقة مثلا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد شرح كتب الستة وعلم الرجال ومتخصص في هذا، هذا فن. بعض الناس قال لا ترق لي هذه الطريقة، أريد طريقة مثلا فلان من الناس، الشيخ صالح العصيمي حفظ الله مثلا، طريقة الشيخ صالح العصيمي شرح مختصر للمتون، لماذا؟ حتى الطلاب يضبطوا ويعرفوا هذه الطريقة. هذه طريقة، هذه طريقة، ما عجبتك هذه الطريقة لكن لا ترد، يعني لا تجي تفلسف بالعربي وتقول والله هذه الطريقة ما من أنت يا أخي؟ هذه الطريقة سار عليها بعض السلف وهذه الطريقة سار عليها بعض السلف، أنت من أنت حتى تصحح وتقول هذه الطريقة ما تصلح وكذا؟ لا، أعجبك الحمد لله، ما أعجبك لا تتكلم، خذ بالطريقة الثانية. يعني الآن الشيخ خالد مثلا قال أنا دخلت في جامعة كذا، ليش؟ قال والله هذه الجامعة سهلة لي، قريبة للبيت وكذا. هذا قال يا أخي الجامعة ذي ما تصلح، قال ما تصلح لك أنت،
روح الجامعة الثانية، أنت بالخيار بين هذه الجامعة بين هذه، هذه تعطي شهادة وهذه تعطي شهادة، هذا أركب لكزس الآن وهذا أركب كامري عبد العزيز روح. صحيح هو يريد هذا، خلاص ما لك علاقة أنت فيه، الله حسيبه على هذا. خليها هذا السؤال على كذا أحسن، خلي الأسئلة مكتوبة. ها إيش خوان أعطيني الأسئلة أنا. حول نعم مو مشكلة اقرأ عليك شيخنا. لا 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 هات بس أعطيني الأسئلة. مسألة الذبح يا شيخ تذكر الأحكام فيها، مسألة الذبح. إيه مسألة الذبح أيوة. متى تكون جائزة متى تكون حرام؟ الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ذبح لله هدي أضاحي عقيقة صدقات، وذبح جائز هدي ذبح تذبح تأكل، تذبح جزار تبيع اللحوم، وذبح لغير الله محبة وتعظيمه شرك أكبر للجن لأصحاب القبور. تمام؟ ها؟ تمام. هذا واحد يقول ما هي الصعوبات؟ والله يا أخواننا ترى ما في صعوبات، صعوبات يعني ما في ذيك الصعوبات، ما في يعني ما في صعوبات يعني يوقفوك في المطار 4 ساعات، أمر طبيعي يعني. والله يوم هذا اللي يقول صعوبات أنا أجيب عن هذا، أنا مسافر إلى موريتانيا نواكشوط. من أين؟ من المدينة. أركب 3 طيارات، مدينة جدة، جدة الدار البيضاء، دار البيضاء نواكشوط. هذه الرحلة ما يوجد من المدينة دايركت أبدا، ولا من جدة يوجد دايركت، أعذروني على دايركت هذا مباشر. فالمهم إذا خرجت من بيتي أنا 24 ساعة حتى أصل إلى نواكشوط. ثاني يوم كرمكم الله دخلت أنا إلى الحمام أغتسل، زعت الملابس، أنا أتذكر أني فتحت الماء هذا الدش، أتذكر هذا فقط، استيقظت وأنا مكسر وطايح أكرمكم الله في الحمام. اسمع، وممكن الشيطان جاءني وقال أنت بطل ومضحي وكذا. في الطريق نمشي، الحين مشينا إلى جدة، غيرنا الطائرة الثانية إلى دار البيضة. دار البيضة عندنا انتظار في المطار 6 ساعات، 6 ساعات بسيطة انتظار. المهم أنا جيت إلى المسجد، وين تذهب في الدار البيضة في المطار؟ المسجد أحسن مكان. دخلت إلى المسجد، رأيت في المسجد إخوة باكستاني لابسين باكستاني لبس باكستاني. أنا عرفت الموضوع مباشرة من يوم رأيتهم، السلام عليكم جلست، عرفت الموضوع. فواحد منهم قال نحن أهل الدعوة. قلت أهلا وسهلا، أنا فهمت. قال نحن خرجنا في باكستان 3 أشهر والآن في نواكشوط، يعني معي في الطائرة الثانية، نخرج 4 أشهر. يضحكوا ومعهم فستق ومعهم كذا ويسولفوا ولا شيء، فهمت؟ أي نعم، وأنا أشوف نفسي بطل. فالمهم جاء النداء من الخطوط أننا الطائرة جاهزة، طائرتنا نتجه لبوابة 8. والله قمنا وجينا عند البوابة 8 واقفين. أنا أتكلم مع واحد واقف معي شنقيطي، أسأله عن موريتانيا كيف الأمور كذا. المهم ما فتحت البوابة، وقفنا تقريبا عند البوابة 1/2 ساعة وزيادة. فالموريتاني هذا يكلم الباكستانيين تبليغ، يقول لهم الصبر طيب. خرج واحد منهم وقال أصبر على إيش؟ أنا في سبيل الله، أنا أؤجر على قيامي هذه، قتلني يا رجل، هذا تبليغي والله صدق، فهمت؟ أي إذا كان هذا تبليغي وعلى هذا هو صابر محتسب. ابن الجوزي رحمه الله يقول جاءني الشيطان وقال لي أنت إمام وعالم وبحر وتعبت حتى وصلت إلى هذه المرتبة، يعني إيش ينفخ فيه. قال فقلت له يا خبيث ماذا صنعت؟ انظر إلى أرباب الدنيا، صح؟
لو تشوف اليوم أنا كنت أكلمهم اليوم من يأتي صلاة الجمعة الساعة 7 صعب، لكن يذهب إلى العمل العمال اللي يشتغل اليوم من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ولا تعب ولا شيء، والله صدق. قال انظر إلى أرباب الدنيا كيف يصنع، وقال أنا معزز مكرم ويقول الشيخ وكذا. فهذا اللي يقول صعوبات، ما في صعوبات، الله أعلم، أبدا لا يوجد صعوبات. غيره، وين كنا نتكلم؟ انتهينا منك الحمد لله. طيب هل يبي الترتيب أفضل ولا لا؟ لا لا خليها، ما هي مشكلة. النواقض، نواقض الإسلام، ممكن أن نجمع النواقض في 4 أسباب: نواقض قولية، ونواقض فعلية، ونواقض اعتقادية، وناقض هو الشك. قول سب الرب، فعل السحر، تمام؟ اعتقاد اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي عليه الصلاة والسلام، شك في كفر اليهود والنصارى. كل النواقض تجتمع في هذا. ولهذا الأئمة 4 في كتب المذاهب والفقهاء يقولوا إما قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. طيب هذا انتهينا. أنت افتح لي الأسئلة وأنا. يقول أنا عمري 11 سنة، كيف أدعو إلى الله في مدرستي؟ والله أخواننا الصغار هذول قد يؤثروا في الكبار، صدق والله. وأعرف كثير من الصغار كانوا سبب في التزام آبائهم وأمهاتهم، التزام البيت كامل، صح؟ أي نعم. ويؤثر حتى في أصدقائه، حتى في زملائه. وممكن لو أسألكم الآن، هل أثر فيك أحد من زملائك تقول إن أنسى لن أنسى فلان، وأنا إن أنسى لن أنسى مدرس مثلا التفسير عندي، صحيح؟ فيها في واحد من الدكاترة يقول طلب مني إلقاء كلمة الصباح في المدرسة وأنا في الابتدائي صغير، فقالوا لي غدا تلقي الكلمة. يقول ذهبت إلى البيت وبدأت أكتب الكلمة ووضعتها في ورقة، والصباح الطوابير، أساتذة، الإدارة، المدير، بعض أولياء الأمور. يقول خرجت، عندما وقفت ما استطعت أقف، أرتعش دموع، يعني يقول فتحت الورقة، يقول والله الورقة سوداء ما أرى منها شيء، ما استطعت أتكلم، ما أرى شيء. فقلت الحمد لله رب العالمين، حتى ما قال الحمد هكذا، قال الحمد لله رب العالمين، وقلت توقفت. الكل يضحك، يقول والله إن أنسى فلن أنسى. عندنا مدرس يقول سمين ممتلئ، يقول يضحك، وضع القطرة يقول على فيه، يقول إذا ببطني تضحك تحتز. اليوم الدراسي ضاع، الكل يضحك، كل ما يدخل مدرس عندنا الفصل يقول يضحك ويضحك الطلاب، وأنا ما استطعت أخرج، ماذا أصنع؟ أبكي. يقول حتى دخل الأستاذ مدرس الشريعة الأستاذ إبراهيم، عندما دخل ضحك الطلاب على العادة، قال لماذا تضحكوا؟ قال هذا فشلنا، وهذا كذا، وهذا ولد ما يعرف يلقي كلمة، قال هذا أحسن طالب في المدرسة، افتتح الخطبة بأول سورة الفاتحة وغدا بإذن الله يلقي الكلمة. يقول أنا الآن دكتور أتكلم في الإذاعات، أخطب كذا، يقول والله ما أدعو لنفسي إلا وأدعو للأستاذ إبراهيم. إخواننا هذول الصغار، أنت مربي الآن، لابد تربيهم. إخواننا تنظر بن عثيمين، من رباه؟ ها؟ بن سعدي. بن سعدي قالوا له
من شيخ تظن أن يكون بعدك؟ في كبار فطاحلة علماء كان عند الشيخ بن عثيمين مثلا البسام وغيره، فقالوا من؟ قال هذا الصبي أبو البشت، من يوم هو صغير هو بالبشت الشيخ، قال هذا الصبي بن عثيمين الله يغفر له ويرحمه. اي الا شوف عندك مثلا شيخ حافظ بن احمد حكمي، علماء هذول يعني السبب معلم، معلم سبب. انا يوم طرد طالب عندي من الطلاب ما حفظ، في الفراغ عندنا طرد على طول، اما يحل ولا طرد، يحفظ كلمه واحد يطردنا. المهم هذا طالب افريقي وطردته انا، وجاني بعد الدرس والله يبكي، بكاني والله، قال لي يا شيخ ترى أنا لو استقمت وتعلمت ترى في موازينك، ولو تطردني أضيع إلا إن شاء الله. قلت خلاص احفظ وتعلم. فالطلاب هذول النشأ لابد نهتم بهم يا إخواننا، الآن تعليمهم الخط طابة، الإلقاء، القرآن، كذا، إذاعة الصباح تقربه. والله عندنا مدرس أكرمك الله يربط هذا رباط أكرمكم الله الجزمة للطلاب، والله هذا شو يريد؟ ها؟ وجه الله. والله إذا شاف الطالب من طلابه يقبل الأستاذ، يقبل رأس الطالب، يقبل رأس الطالب مدرس، تظن هذا الطالب ينساه؟ ها؟ لا والله ما ينسى. اي نعم، يستطيع يدعو لله سبحانه وتعالى، يدعو حتى بهيئته، ايوه بهيئته، بسلوكه، بأدبه. اخواننا صلاة الجماعة، خاصة نتكلم عن الدعاة وصلاة الجماعة. أنا في دورة من الدورات قالوا لي الشاهي أخضر أو أحمر؟ قلت لا، الشاهي أخضر ولا أحمر. عمرك تشوف بن عثيمين أو الشيخ العباد جالس حفظه الله على الكرسي وحاط شاهي أحمر؟ عيب والله، عيب. الشاهي والقهوة بعد الدرس، إيه نعم. وبعضهم قال لي أيضا مرة واحد قال متى الدرس؟ قلت بعد الصلاة. قال وين تصلي؟ تصلي في عندكم في المسجد. قال العادة يجينا بعض المشايخ يصلي في الفندق. قلت أنا لو أصلي في الفندق صليت عندي هناك في بيتنا، أنا أجي هنا أبغى أشوف كيف تصلوا. عندنا بعض الدعاة إذا خرج للدعوة ما يصلي بالناس، تعرف ليش؟ ما يصلي، يقول أنت صلي، وين إمامكم؟ الشيخ خالد تقدم صلي. قال ليه؟ قال أنا جئت أعلم، أنا عندما أصلي أنا لا أدري كيف هذا يصلي بكم، تقدم أنت وصلي، ممكن تقرأ الذين ولا تقرأ الذين، صح؟ أي نعم. فهذا يتقدم يصلي، أنا أرى كيف الصلاة، كيف البرنامج، إيش يصنع. أما أن أمر هكذا لا، ما يمكن. أو يكون مثلا الشيخ لا حافظ على الصلاة، أو الشيخ مثلا، يا أخواننا هذا أمر والله مهم جدا، ما يمكن أنه يأتي، وهذا صعب والله، صعب جدا، أن يجي واحد يدرس يقول والدعوة إلى الله لها شروط خمسة. الأول، عم احفظ أنت أول، صح ممكن يقرأ متن ويشرح، أما يقرأ لك كل شيء ويبغاك تحفظ، احفظ أنت أولا، تعلم أنت أولا، صحيح أم لا؟ قل شروط الدعوة خمسة: إخلاص، علم شرعي، حكمة، معرفة حال المدعو، الصبر. إيه نعم، فهو ما يحفظ يبغاني أحفظ، ما يمكن أحفظ. فهذا أمر مهم جدا، أننا تكون أنت إذا خرجت قدوة للآخرين. هذه ورقة فاضية، يعني هو اللي يصلي يا شيخ؟ لا، هذا إمام، هناك إمام في بوركينا فاسو، أنا أجعل هذا الإمام يصلي حتى أعرف كيف هذا يصلي بالناس. وصح طبعا
طيب ممكن أنا أصلي صلاة صلاتين أما أتولى كل الصلوات كيف أعرف؟ مفهوم؟ ثم أخواننا أسهل طريقة عندنا في تعليم الناس إذا سافرت أي مكان من يوم تركب مسلم يقول نعم قل اقرأ الفاتحة والله سهل جدا صح؟ اقرأ الفاتحة فاقرأ عليك الفاتحة نعمة تصحح له قراءة الفاتحة يا أخي هذا اللي يدرس القراءات العشر هذا اللي يدرس قراءات عشر ينتفع الناس منه أكثر ما يكون بالفاتحة رؤيا أحد القراء الكبار بعد موته قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي قال بماذا؟ لأنه كان طيلة الأسبوع يدرس طلاب الكبار قراءة عشر قال بتعليم العجائز سورة الفاتحة يوم الجمعة يوم الجمعة عنده إجازة ويعلم العجائز غفر لي بهذا يا أخواننا نريدكم تعلموا الناس مبادئ الدين بس من علم الإمام أحمد لا إله إلا الله إمام أهل السنة من علم لا إله إلا الله كل أجور أحمد اللي علم أحمد لا إله إلا الله الشيخ الحذيفي الشيخ السديس اللي علم الشيخ الحذيفي الشيخ السديس حفظهم الله الفاتحة كل أجور هؤلاء لمن لهذا اللي علموا الفاتحة مو الذي علموا القراءة العشر والله صدق قلنا الكتاب المناسب الدروس المهمة أهم شيء ولا تطول يا أخي على الناس اليوم يقول للشيخ خالد اتفق مع جماعة المسجد أنه 5 دقائق بعد الصلاة أنا لا أطيل عليكم الساعة أمامكم إذا تعدت الساعة 5 دقائق الكل يقوم وإلا لا أحد يتحرك من مكانه صحيح وتستطيع تعطي هؤلاء اللي تريد الشيخ خالد يبغى يتكلم عن المظاهرات وما يستطيع هو يتكلم يقول قال الشيخ الإسلام أن المظاهرات لا تمت للإسلام بالصلة من قال هذا؟ قال شيخ الإسلام تريد ترد رد على شيخ الإسلام عنده تقصير في الصلوات يأتي يقول فتوى اللجنة الدائمة أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال والحمد لله رب العالمين وصل المعلومة اليهود النصارى المجوس إخواننا في هذه الأيام هناك من يشكك في مسلمات عندنا أهل الإسلام يقول يهود ونصارى هذا إخواننا ويدخل الجنة هذا كذاب هذا يغش اليهود والنصارى ما ينصح لهم والله نحن نحب لهم الخير وهو الدخول في الدين الإسلامي فكيف يكذب عليهم أصلا هذا اللي يقول اليهود والنصارى إخواننا ويدخل الجنة هذا ما يقرأ الفاتحة يقرأ ما وجد مسلم يقرأ الفاتحة طب هو ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين عجيب والله هذا في دعوة طبعا تختلف دعوة اليهود عن دعوة النصارى عن دعوة المجوس عن دعوة كذا هذا عند بعض الناس لكن أحسن طريقة وأسهل طريقة في دعوة يهود نصارى مجوس روافض ما هي ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مناظرة لا ما تصلح هذه الطريقة وقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ما قال ناظرهم وجربوا هذه الطريقة عندنا عندنا مركزين للدعوة في الرياض مركز الدعوة الأول جابوا فيه 50 مرأة فلبينية ممرضة نصرانية والثاني 50 مرأة الداعية هنا يعلم التوحيد فقط ما يناظر ما يتكلم الداعية هنا مناقشات بعد شهر المحصلة في المركز الأول كم أسلم 40 و10 الداعي يقول في الطريق بإذن الله في الطريق سهل جدا المركز الثاني 1 الداعي يقول حتى الواحدة ذي إسلامها في نظر وتعبتني كل يوم أسئلة والسؤال ومناظرة وكذا أنا والله أخواننا أنا لا أعرف يعني طريقة دعوة غير المسلمين كنت يوم فرنسا في مارسيليا مسجد قديم وجاني أحد الشباب قال يا شيخ نبغى منك 10 دقائق فقط في فرنسي 17 سنة عمره يريد يسلم لكن عنده شبهات حول الإسلام
تعطينا 10 دقائق، قلت أمري إلا بعطيكم 10 دقائق، ما عندي مشكلة. بعد الدرس عندنا غرفة خلف المحراب نجلس فيها أنا وهذا والمترجم، أنت لا تحضر. قال اتفقنا. والله انتهينا من الدرس، دخلنا الغرفة، والمهم بدأت أتكلم معه عن طريق المترجم. قل له ماذا لدي؟ قال لدي شبه. قلت الحمد لله، يكفي في الرد على الشبه أنها شبه وانتهينا. فالمترجم قال لي يا شيخ نسمع منه. قلت أنت هنا مترجم، ما لك علاقة، تريد أنت تسمع للشبه أنا أمشي. وهذا يتفرج علينا الآن الشاب. قلت يا أخي عملك هنا تترجم، تفلسف مو شغلك، ولا نمشي. قال آسف. فقال له أنت تعرف أن الإسلام حق والشبه يكفي في الرد عليه أنه شبه. قلت إيش رأيك؟ قال ماذا أصنع؟ قلت تسلم الآن وأنت تعرف إسلام حق. قال دعني أفكر. قلت لا متى؟ قال إلى غدا. قلت أي وقت؟ قال يعني بإذن قال مثل هذا الوقت. قلت تضمن لي أنك تأتي غدا؟ قال ما أضمن. قلت خلاص أسلم الآن. نطق بالشهادة. هذا مترجم طلع الجوال يبغى يصور إيش نطق هذا بالشهادة، وأنا التفت إليه قلت شفت الآن لو فتحنا الشبه ما انتهينا. خلاص خذوه الآن. أخذوه اغتسل وصلى وأعطوه كتاب ثاني يوم معنا في الدرس. لا تفتح باب الشبه يا رجل. الآن لو أقول الكويتيين أنت فيكم، قال وأنت السعوديين فيكم، صح وما انتهينا صحيح؟ أي ممكن تأتي بعض الشبه ترد عليه، أما تفتح باب الردود باب الشبه هذا والله هذه ليست طريقة نبوية. دعاء الله لا يحوجني لحد، يخلي يحتاج أحد غيري خير الله عز وجل. والله تعبون الشباب هذه الأيام بالأسئلة، تنزل مقاطع، والله تنزل مقاطع في جوالات هذه وسائل التواصل، يطلع واحد لا يعرف لا بالعلم ولا بالشيء ويقول حديث طويل، ولا يجيب قصة، أو يقول هذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الأسئلة. يا شيخ ايش رايك في ذا الكلام؟ إخواننا احنا فاضيلكم، والله الآن ما عندنا شغلة. صدق أنا أقول لكم الآن شغلتنا نحن إيش في الغالب. والله أسمع شيخ خالد، والله أنا رحت كنت في الفلبين في رمضان، وكان عندي درس كلمة بسيطة بين انتهاء صلاة العشاء وصلاة التراويح، رمضان والناس متهيئة لصلاة التراويح. صليت العشاء وجيت إليهم هم صلوا ينتظروني. أول ما نزلت من السيارة جاني شاب فلبيني يجري. أنا قلت سبحان الله هذا إلا عنده إيش مشكلة معضلة، إيش عندك؟ قال سيلفي تصور معاك. قلت لا ما نبغى. راح. والله طلعت من عند الصف الأول أدخل أشق الصف وأمشي إلى المحراب حتى إيش أجلس على الكرسي وألقي الكلمة، وأنا ماشي في الطريق تك 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 تصاوير كله يصور. جلست الكلمة ذهبت. والله يا شيخ خالد أنا ما تذكرت أي كلمة، إيش ألقي كلمة؟ فقلت المترجم ترجم كل شيء. فقلت لهم بعد البسمل والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت والله بدأت أشك في نفسي، هل أنا مغني؟ هل أنا ممثل؟ إخواننا نحن في رمضان في بيت من بيوت الله، واللي يصور واللي سيلفي وكذا، إيش هذا؟ ما أسأل أحد سؤال واحد عن التراويح عن رمضان عن الصيام عن هذا أصبح الآن عندنا فقط تصوير مع المشايخ. والله صدق هذا الغالب، الله المستعان. أو يسألك أسئلة ما تدري من أين جاء بهذه الأسئلة، طبعا جاء بها من الشياطين. طب لماذا يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، تمام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. من أين نأخذ العلم اليوم؟
من أين؟ جوجل. والله اليوم نأخذ العلم ونأخذ الفتاة ونأخذ الأحاديث من جوجل، وجوجل زنديق. كيف تأخذ من جوجل؟ كيف زنديق؟ كيف؟ الآن إيش تريد أنت؟ تريد الربا حلال صح؟ اكتب لجوجل الأدلة على جواز الربا، يطلع لك مجلدات. تبغى الربا حرام؟ اكتب الأدلة على تحريم الربا، يطلع لك. تبغى تكفر مين؟ مين تبغى تكفر؟ رئيس هذه الدولة مثلا؟ اكتب لجوجل تكفير فلان، يطلع لك صح؟ تبغى أنه إمام أمير المؤمنين وإمام ولا يجوز الخروج عليه، اكتب له يخرج له. إذن زنديق. فبدأنا نأخذ العلم الآن من مين؟ من جوجل. ويجيك الشباب يسألوك إيش تقول في فلان؟ فلان صالح على الشيخ. واحد يسألني يقول إيش رأيك صالح على الشيخ؟ قلت أنا تبغاني أزكي صالح على الشيخ؟ قال فلان يتكلم فيه. قلت اسمع، أنا أعتقد والله أعلم أنه صالح آل الشيخ حفظه الله أفضل مني ومنك، ولو نتكلم، لو هناك أحد يتكلم في صالح آل الشيخ إحنا من باب أولى. صحيح والله. فكيف يا أخي تأخذ العلم من جوجل، من إنسان مجهول قال والله سمعت هذا الكلام من قناة من القنوات؟ قلت يا أخي أنت مشكلتك أنك ترجع للقنوات والجرائد. ما أحد سمعتم يوما من الأيام أنه أحد تخرج مدرسة جوجل؟ فيه إلا زنديق يطلع، هذا بس ممكن يطلع زنديق مدرسة جوجل. حتى في أحيانا يضحك عليك، أحيانا لما تضعه في الخريطة جوجل ماب والله يعطيك طريق طويل، ذاك اليوم أعطاني ساعتين إذا نوصل لهذا وتمشي وراه. هذه المشكلة، إيش تصنع لنا؟ يقول عندي في العمل غير مسلمين، وش أصنع؟ سهل جدا، تأخذ رسالة الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، هدية. صح، إيه والله تعطيها يا أخي، نحن نعطي المؤلفة قلوبهم أو لا، فتعطيه هدية وتقول يا أخي هذا الإسلام يحثنا على الصدق على الأمانة على كذا. لكن بعض الناس يجي للكافر، وعندنا في مركز إسلامي في دولة من الدول، إذا جاء الكافر يبغى يسلم يقول لا انتبه، ترى الإسلام في صلاة كل يوم 5 مرات، وفي زكاة، وفي ختان، إيه، وما في خمر، وما في نساء. هذا يسلم؟ ما يسلم، والله صدق. لابد الداعية يرغب هذا للدخول في الإسلام. والله تدفع أموال لا إشكال، في إشكال؟ تدفع له مال حتى تدخل في الإسلام، ثم يشرح الله صدره للإسلام، ما في إشكال. إذا قال لك في ختام في الإسلام لابد تختتم، قال من قال لك أنه لازم تختتم؟ مسلم غير مختتن أفضل أو كافر مختتن؟ مرأة سافرة، مرأة مسلمة سافرة أفضل ولا مرأة كافرة محجبة؟ مسلمة سافرة. جاء رجل للضحك بن مزاحم وقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب الخمر. قال له الضحاك رحمه الله، قال أسلم وإن شئت اشرب الخمر. دخل في الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول. قال أنت الآن مسلم، ترجع عن الدين قتلناك، تشرب الخمر جلدناك، خلاص انتهينا. والله اسمع، هذه القصة معروفة. رئيس من رؤساء روسيا، اسألوا شباب، قال اعرضوا علي الديانات، عرضوا علي الديانات، أعجب بأي دين؟ والله لا يمكن أن يعرض الدين الإسلامي على أحد ويرده، عاقل غير متكبر معاند. فأعجبوا أي دين؟ إسلام. وقال هذا الدين نريد نقرر هذا الدين. جاء رجل شيطان
قال لكن الدين الإسلامي يحرم الخمر والخنزير. قال لا لا نريد. لو قال له إيش الإشكال؟ أسلم وإن شئت أشرب خمر كل خنزير، إيش الإشكال؟ ها؟ ودخل وبدأ يقول الشيخ بن عثيمين، ها يقول الشيخ بن عثيمين هذا، يقول إذا أسلم لا تحدث عن الختان ولا عن الحجاب ولا عن شيء ولا عن الزكاة، إذا أسلم شرح الله صدره للإسلام، ليكن أول ما تدعوه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وحدوا الله، فإنهم أطاعوك، تعليم بالتدرج. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني لم يكن في هذه الآية تفصيل خلق الإنسان، ليش؟ تدرج، هذه أول شيء. بعدين تأتي الأدلة كيف خلق الإنسان، علق، مضغة، هكذا. فلا بد تدرج مع هذا، أما تجي وتقول الدين الإسلامي فيه وفيه، هذا اللي يقول هذا الكلام هذا في إسلامي نظر، والله كيف يقول لي هذا عندك زكاة وعندك كذا؟ اليوم كان يسألني أحد الشباب، قال المال الآن يحول على الحال وكل سنة أزكي ينقص المال، قلت أنت مسلم؟ كيف؟ الزكاة تنقص المال؟ لا، الربا في الظاهر ترى أن المال يزيد وهو محق للبركة، صح؟ والزكاة تنمي المال. وانظر، قلت له عندنا عمل اليوم، انظر للتجار الذين يبذلون ويتصدقوا، والله ماله يزيد، وانت تنظر اليه تقول يا اخي لو عندي مثل فلان انا لا اصنع مثل هذا، مبذر ويصرف كثير يا اخي، لماذا يعطي 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 يعطي، صح؟ والثاني من التجار لا يعطي شيء، في لحظة ايش قالوا؟ افلس، صح؟ اين ذهبت الاموال؟ عاقبة الربا، نسأل العافية والسلامة إلى قلب. خلاص انتهينا؟ يلا هات. متى ساعة الصفر؟ كيف على كيف؟ يا شيخ والله الخطوط جميلة جدا يا إخواننا، خطوط أجمل ما يكون، وأوصلونا لهذا. لا نعرف جدول الضرب، عندي أنا الطلاب في متوسط، أريد منهم حتى ندرس فرائض إلى جدول ضرب كم؟ 4 بس، ما يعرفوا جدول الضرب، هذه مشكلة. والكتاب الآن هذه الأصابع الآن لا تكتب، صح؟ اكتب كذا. واحد قال لي أنا ما أكتب كذا، ها؟ ميكروفون هو يكتب، مشكلة والله، والله مشكلة أخواننا. ترى هذه الأجهزة لابد نحذر منها، تضيع علينا أشياء كثيرة. حتى الذاكرة كانت هنا تحفظ الأرقام أول، الآن تعطلت هذه الذاكرة وأصبحنا ما نحفظ أرقام. إيش؟ يقول يا شيخ نريد جدول دروسك في الكويت. ما عندي جدول، غدا آخر درس إن شاء الله بعد صلاة الفجر، واستودعكم الله. ما هي إيش؟ ما هو الشغل والشاغل وما هو المفتي. كيف تقرأ هذه الخطوط أنت؟ أعرفها. ها؟ إيش هذا؟ ما هو الشغل الشاغر ومن هو المفتي؟ طبعا هو يعني اسماء الإشارة لعب فيها شوي، حط اللي هو هي من ها. يعني خطوط كويتية. ها هذه خطوط كويتية. إذا خلني واحد من الكويتيين يرد عليه، ترد عليه أنت يا شيخ خالد. آمين يا رب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما أحب وأرضى. أحد في عند خلاص ساعة الصفر جاءت؟ جاهزين؟ الله يعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أخواننا يوفقنا، وأخواننا والله لابد نجتمع، لابد نتعاون، لابد يحث بعضنا البعض على العلم والعمل والدعوة والصبر. تفضل أخي. سؤال، الحين الواحد موظف في شركة، إيه؟ الشركة هذه ما هو يشتغل طباع أو كمبيوتر اللي يكون معاشه حلال إن شاء الله، تمام؟ إذا كانت الشركة هذه قائمة عندها شغل ربا ما ربا، هو يخص فيها لأن شغال الشركة، هو شغله ما يربي، ولكن في جهة ثانية تابع الشخص نفسه. أنا لا أدري والله، لابد هذا الأمر يعني يتحقق منه. مثلا إنسان يشتغل في بنك، حارس البنك الآن، حارس سكرتي بنك، يحرس البنك، ما يجوز. لماذا؟ لأن التعاون على الإثم والعدوان. هذا الأخ يبيع جوالات
وبعض الناس تعرف يأخذ الجوالات واستخدمها في غير الطاعة في المعصية، لكن الأصل في بيع الجوال ها حلال. بيع العنب إيش حكمه؟ عنب عنب جائز، لكن لو تعرف أن هذا يأخذ العنب واتخذه خمر ما يجوز تبيعه، مفهوم؟ فأنا لا أدري والله، لازم الشركة يعني تشوف دراسة وأنا ما عندي تخصص في البيوع، أنا لا أدري، فشوف لك واحد متخصص ممكن. أنا أعطيتك الخلاصة الآن تقريبا يعني. فإذا كان في عمله إعانة على منكر طبعا ما يجوز، وإذا كان في عمله لا 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 يوجد في عمله إعانة على منكر، يعني مثلا صاحب الشركة الآن عنده بنك وعنده سيارات، السيارات ليس لها علاقة في البنك، والشيخ خالد يعمل في معرض السيارات ما له علاقة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود أكثر الناس أكلا للربا، فهذا ما ليس له علاقة بهذا. لكن قد يكون البنك أحيانا عنده أمور استثمارية ويبيع السيارات، وهذا له علاقة بالبنك، إذن انتهينا، صار هذا يعني تابع للبنك، في إعانة للبنك. بعض العلماء يقول ظل البنك لا تستظل به، والله ابعد عن البنك قدر. طبعا هذه الأزمنة ما نستطيع نبعد عن البنك، كل شيء ربطوه الآن بالبنوك صحيح، لكن قدر المستطاع ابتعد عن البنك قدر ما تستطيع، فهمت؟ نعم والله أعلم. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. احنا متفقين على العشاء؟ طيب. الله يجزاكم خير، تفضل يا مرحبا ومسهلا، يلا طيب يلا شوف هيا يلا.